السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة للجولة الثانية أو جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. بعد جولة أولى حقق خلالها المرشحين سعيد جليلي ومحمود بزشكيان أعلى الأصوات، وبحسب المادة 117 من الدستور الإيراني ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين، وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي مرشح في الدورة الأولى تجرى دورة ثانية من الانتخابات في يوم الجمعة من الأسبوع التالي. وبالفعل انطلقت الانتخابات اليوم في الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، وتم تمديد الوقت مرتين، بتمديد أول إلى الساعة 8 مساء وتمديد ثاني إلى الساعة 10 مساء، بعد الارتفاع الملحوظ بنسب المشاركة سواء في الداخل الإيراني أو الخارج، خصوصا بعد انحصار المنافسة بين جليلي وبزشكيان بعد جولة أولى لم يحقق خلالها أي المرشحين الأغلبية بأكثر من 50% من مجموع أصوات الناخبين. رحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، وكذلك الدكتور عبد الله رشيد أستاذ العلوم السياسية، ومن طهران ينضم لنا عبر السكايب الأستاذ عباس خاميار الباحث في الشأن الإيراني. رحب بكم مرة ثانية ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك دكتور عباس. تعليقك على المشهد الانتخابي الإيراني وهذا الارتفاع المتوقع والملحوظ في نسبة المشاركة، خصوصا بعد تأكيد الرجل الأول في إيران وقائد الجمهورية قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنائي على هذه النقطة بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهورك الكريم الله. وتحية للأخ العزيز الدكتور عبد الله، وأيضا تحية لضيفك من طهران. أهلا وسهلا بك. يعني احنا عندنا حصلة الجولة في الأسبوع الماضي وحصلت بها بعض المعطيات، يعني مثلا الإصلاحي حصل 42.5% والأصولي حصل 38. الآن حسب المصادر اللي وصلتنا يعني في الجولة السابقة لغاية الساعة 3 ظهرا، طبعا هي مراحل الانتخابات تبدأ صباحا ظهر أكو راحة فترات، بعدين على البرد العصر يجون وتبدأ بالتمديدات. في الأسبوع القادم لغاية الساعة 3 حضر تقريبا 9.5 ملايين حسب التقديرات. الآن حسب ما ذكرت وزارة الداخلية في نبأ عاجل قبل قليل لحد الساعة 3 حصل أكثر من 12 مليون حضر. هذا طبعا يؤكد على أنه الانتخابات في هذا اليوم راح تأخذ أبعاد أخرى، باعتبار أن سيد جليلي كان لديه منافسين، بس يا ترى جمهور المنافسين راح يصوت إليه أم يذهب بعدم التصويت؟ البعض يقول لك هم نفس التيار أو نفس التوجه، فممكن ممكن يصوتوا البقية راح تكون هنا. أكو أيضا جليل. بالنسبة للإصلاحي، الإصلاحي أكو عنده نقطتين، أكو المنطقة الرمادية اللي هم لا ودولة ولا ودولة، شكلوا تقريبا 60% من الجولة. وأكو أيضا من ضمنهم المعتدلين. أضف إلى ذلك الإصلاحيين الذين لم يذهبوا بالأسبوع القادم السابق للانتخابات، هذول أيضا أنا أعتقد لحد هذه اللحظة الإصلاح يتقدم من خلال هذه المعطيات اللي نملكها. أكو مقبولية بالشارع، أنت تعرف حضرتك إيران لديها ثوابت سياسية ثابتة كدستور وكقانون، وأكو بوصلة، هذه البوصلة بيد المرشد الأعلى الإسلامي، لكن يبقى الرئيس في مرحلة مهمة باعتبار أنه هناك خارطة طريق رسمها رئيسي يعني قبل أن يرحل،
وهذه الخارطة تمثلت في زيارة أكثر من 26 دولة، فتح أفاق اقتصادية، فتح علاقات جديدة بما فيها العلاقات مع السعودية. فأكو أدوار للرئيس الإيراني عكس ما يصور المعسكر الغربي، أنه شخصية الرئيس الإيراني أو دور الرئيس الإيراني هو مجرد منفذ لتوصيات القائد. لا أبدا أبدا، الرئيس لديه صلاحيات، وهذه الصلاحيات ضمن ثوابت وقانون ودستور. وأي كان الأهم في هذا الموضوع، أنه أي كان من هؤلاء الذين يفوز في الانتخابات سيكون موقف ثابت من القضية الفلسطينية ومن محور المقاومة. لذلك الرئيس راح يعمل وفق دستور ومؤسسات وقانون، لم يكن بروتوكوليا. لا، له دور كبير، وشاهدنا أنه السيد رئيسي كيف كان لديه علاقات طويلة مع دول وفتح آفاق اقتصادية. يعني أنت تعرف اليوم المرحلة تعيش إيران وسط هذا الإقليم الملتهب، أكو حرب غزة، أكو حصار مفروض قبل 45 عام، المباحثات النووية 5+1، كل هذه المعطيات الرئيس لازم يخليها في سلته في مشروع المقبل. نتفق على نقطة، على أن الثورة الإسلامية في إيران والإمام الخامنئي. نعم نعم أكيد. الثوابت واضحة. ثوابت هذه لا يمكن تجاوزها. وهذه نفذها كل رئيس قادم إلى رئاسة الجمهورية. رحب بك مرة ثانية دكتور عبد الله، وأتساءل هل أنه هذه الانتخابات مهمة فقط في الداخل الإيراني، أم أنه أهميتها تكون إقليمية وحتى عالمية؟ بالبداية تحية لجنابك الكريم وإلى الضيف وإلى ضيفنا من طهران وإلى السادة المشاهدين. بالتأكيد لها تأثير كبير جدا، بحكم نقطة مهمة ومتغير مهم، أنه إيران هي ليست دولة عادية، إيران دولة إقليمية لها حضور إقليمي، يعني تتحكم ببعض الملفات التي لديها حتى ارتدادات خارج الإقليم على الساحة الدولية. فاليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رأس الحربة لمحور المقاومة في مواجهة يعني المحور الآخر. فلذلك أنه الغرب اليوم عينه على الانتخابات الإيرانية، وعينه على خاصة أنه المرحلة تعيش يعني المرحلة الحالية هي أنه منطقة الشرق الأوسط أو يعني بعد قبل 7 أكتوبر ليس كما بعدها. هو سؤالي بهذه النقطة، هذه الأهمية تنطلق فقط في الجانب المقاوم وبجانب القضية الفلسطينية، أم أن هناك أدوار مهمة أخرى لإيران، فبالتالي اختيار الرئيس والانتخابات الإيرانية تنبثق من هذه الأهمية؟ مو هي يعني 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 الكثير يذكرون هذه النقطة، مهما يعني مهما كانت التوجهات الخارجية أو توجهات يعني خارج الإقليم والإقليمية، إنه تبقى القضية الفلسطينية هي المحور في أي مثلاً أي اتفاق معين، مثلاً فد مشروع اقتصادي للمنطقة، مشروع سياسي، مشروع لازم ما يتعارض ويا لازم يكون نقطة القضية الفلسطينية، لازم يكون نقطة نقي القضية الفلسطينية. تمام. وبالتالي بما أنه القضية الفلسطينية هي القضية رقم واحد بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك إنه هذه القضية هي راح تكون هي المحور والأساس في أي تحركات جديدة على مستوى المستوى الإقليم أو مستوى غرب على منطقة غرب آسيا. نقطة أخرى ومهمة، تبقى يعني مهما كان شكل ولون وطعم المرشح أو الرئيس، إذا كان إصلاحي وإذا كان جلي، إذا كان إصلاحي وإذا كان أصولي، تبقى هنالك ثوابت ومحددات لدى الجمهورية الإسلامية لا يمكن لأي مرشح أن يتعداها، وهي محور المقاومة، القضية الفلسطينية، عدم الرضوخ للغرب. فالغرب يعني احنا نعرف أنه الغرب اليوم يتعامل ويا العالم بقضية السيد والخادم، ولكن هذا يعني هذا الأمر أو هذا المبدأ ما ينطبق على إيران، والدليل على ذلك ما تعانيه إيران اليوم من عقوبات اقتصادية شديدة تمس كثيرا حياة المواطن الإيراني الذي أصبح همه الأول هو هو يعني جزء من هذه العقوبات وملف العقوبات دخل في البرامج الانتخابية بالنسبة للمرشحين. أرجع لك مرة ثانية في هذه النقطة، انتقل لي الأستاذ عباس. أرحب بك مرة ثانية أستاذ عباس. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. الأجواء الانتخابية في اليوم الانتخابي الإيراني في الجولة الثانية، جولة الإعادة، قربنا أكثر أستاذ عباس من هذه الأجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة أنا أريد أن أصحح نقطتين. النقطة الأولى بما يتعلق بالتقرير الذي قدمته حضرتك، يعني
هو لا يستطيع بالأصوات المطلقة في المرحلة الأولى يعني يفوز المرشح، وإنما بخمسين نصف الأصوات زائد واحد. هذه نقطة هامة طبعا. نقطة تذكرتها الأغلبية القسم الثاني، الأغلبية أستاذ عباس يعني قصدت نعم. أنه النقطة الثانية أي المرشحين ما وصل إلى نقطة الأغلبية اللي هي النصف زائد واحد أو أكثر من 50%. نعم هذا صحيح. طيب. النقطة الثانية لحد الآن يعني قبل نص ساعة قبل أن كنا معكم يعني نسبة التصويت لحد الآن طبعا مصادر شبه رسمية هي وصلت أكثر من تزيد عن 35% من النسبة الأسبوع الماضي في هذا الوقت. يعني هناك تقريبا 6 ملايين صوت زيادة على نسبة التصويت في المرحلة الأولى لحد هذا الوقت الزمني، يعني لحد الساعة 8 بوقت طهران. هذه 6 ملايين يجب أن ننتظر لأنها مدّت الانتخابات إلى الساعة 8:10 مساء، والدستور يؤكد على يوم انتخابي واحد. يعني يجب هؤلاء الجميع يدخلوا قبل الساعة 8:10، ولأنه بعد 8:10 تغلق أبواب مراكز الاقتراع. شنو المتغير اللي صار أستاذ عباس؟ 60,000 مركز، 6 ملايين صوت إضافة إلى المرحلة الأولى في هذه الفترة الزمنية يعتبر يعني مؤشر على أن ستكون لنا النسبة تتغير بنسبة هذا اللي أسأل عنه. هذا اللي أسأل عنه ارتفاع بنسبة 35% عن عدد المصوتين بالجولة الأولى، شنو أسبابه؟ شنو المتغير اللي صار ودفع الجمهور الإيراني إلى المشاركة أكبر بالانتخابات؟ نعم أنا أؤكد 35% لحد الساعة 8 على الوقت الزمني الأسبوع الماضي، ويجب أن ننتظر الأربع ساعات القادمة نشاهد ماذا سيحصل. أنا أتصور هناك مجموعة من الأربع ساعات أكو تمديد راح يصير ثالث بالانتخابات، يعني لحد لحد الآن المعلن إلى الساعة 10 تمديدين، فإذا أربع ساعات ممكن يكون تمديد ثالث. لا أعلن التمديد الثالث بالساعة 12:00 مساء. جيد. وبالساعة 8:10 مساء تغلق يعني تقريبا 60,000 مركز اقتراع في كل إيران، تغلق الأبواب ويجب الداخلين أن يدخلوا داخل يعني لا يستقبلوا ناخب آخر بعد هذه الساعة. هذه النقطة. النقطة الثانية، هناك تطورات كبيرة حدثت في خلال هذا الأسبوع. هناك كانت الحقيقة كانت المنافسة حاشدة، والمنافسة كانت صح التعبير شرسة بين مختلف بين يعني المرشحين. هناك كانت مساحة واسعة، وكان هناك تأكيد لإقناع الشريحة الضبابية أو الشريحة الرمادية التي لأسباب متعددة لن تشارك في الانتخابات، وكانت هذه مفاجأة نسبة عدم المشاركة. طبعا ليس الوقت هنا لتحليل الأسباب، الأسباب معقدة جدا ويجب دراستها بتأني وبوقت يعني تعطى المساحة لهذه الظاهرة. ولكن أتصور قسم من المرشحين استطاعوا، المرشحين بالأحرى استطاع أن يقنع الجمهور بضرورة الاقتراع، وهذا ما حصل فعلا منذ الساعات الأولى من الصباح، وهذه كانت ربما المفاجأة. يعني أنا ذهبت هنا، كنت معكم في الساعة 8 من صباح اليوم، وذهبت قبل أن أدخل الاستوديو ذهبت إلى مركز اقتراع قريب. هذا واضح حتى أستاذ عباس من خلال الصور اللي نبثها حاليا لنسب المشاركة ووجود المشاركين في الحسينيات والجوامع والمراكز الانتخابية. نعم بالفعل، يعني قلت صباحا دخلت لأول يعني في الدقائق
الأولى ورأيت الطوابير، والآن وصلت إلى المركز وشاهدت المركز القريب من مكتبكم ويكتظ بالسكان بطابور طويل، يعني هذا مؤشر. ربما نحن كنا دائما نواجه مفاجآت في الانتخابات السابقة، ربما تكون المفاجأة الآن بشكل آخر، لا أستطيع أن أجزم، ولكن ربما تكون المشاركة بشكل آخر، وهذه المشاركة هي ربما تكون على مستوى طيب. أرجع لك بهذه النقطة المشاركة. بما يخص المفاجأة ونسب المشاركة وحتى حظوظ المرشحين، دكتور عباس، هذا التعدد في الخيارات بالنسبة للناخب الإيراني، وجود أكثر من خيار وحتى داخل التيار الواحد في الجولة الأولى كان أكو أكثر من خيار، هذا شنو أهميته بالنسبة للانتخابات وبالنسبة لهذه تجربة ديمقراطية؟ شوف، أكيد هو اليوم أكو معيار من خلاله يأتي الناخب للاختيار مرشح. يعني احنا اليوم إذا نجي للسيد مسعود، هو طبيب جراح، تقلد من خلال يعني وجوده بالجمهورية، تقلد منصبين، وزير الصحة ونائب رئيس البرلمان. لكن لما نجي للسيد سعيد جليلي، سعيد جليلي بدأ في كثير من المناصب، في الحرس الثوري كان آمر لواء، أصيب بالمعارك، بنفس الوقت في مصلحة يعني النظام، لجنة مصلحة النظام، وآخرها كان مفاوض في 5+1، وهو مفاوض رقم واحد ويعني وعنيد جدا. لذلك اليوم الجمهور أمام خيارات مختلفة، هل يذهب مع الإصلاحي الذي يريد خروج إيران من الحصار؟ طبعاً أنت تعرف الإصلاحيين سبقوا أن جربوا عندما تسلموا الحكم وأرادوا أن يرفعوا تجربة روحاني، نعم، أرادوا أن يرفعوا الحصار عن إيران، ولكن لم يستطيعوا باعتبار أن نوعية الحصار هو مفروض وفق إرادات أجنبية، وفق إرادات طبعاً بالدرجة الأساسية أمريكا وإسرائيل، الذي تفرض حصار ظالم من 1979 ولحد 45 عام. هذا الحصار الجمهورية كيفت وياه من خلال التكامل الاقتصادي، من خلال الصناعة، من خلال، لكنها تضررت كثيراً. لذلك اليوم الخيار يعني اللي مطروح عند الإصلاحيين أنه يريدون يفتحون صفحة جديدة، هذه الصفحة بها نوع من الإصلاحات على مستوى الدستور، على مستوى العلاقات، على مستوى طبعا البقاء على الثوابت اللي أشار لها الدكتور، أنه أكو نقاط لا يمكن الاقتراب منها بما فيها قضية فلسطين، محور المقاومة، ثوابت إيرانية. أكو اختلاف، يعني أكو اختلاف البرامج الأساسية حتى، نعم، فيما يخص، نعم، العقوبات، نعم، يعني جليلي باتجاه تحييد العقوبات وعدم الانضمام إلى الاتفاقيات، نعم، عكس بزشكيان يقول لا، نعم، لازم نحسن العلاقات، نحسن العلاقات حتى نحاول مع أمريكا، نعم، حتى نحاول نرفع ولو جزء من العقوبات. هنا شوف المرحلة اللي تمر بها الآن إيران، كانت قبل الانتخابات تجرى بعد الانتخابات الأمريكية، الآن بسبب الحادث اللي صار أجريت الانتخابات قبل الانتخابات الأمريكية. يعني الآن لو جرت الانتخابات الأمريكية وفاز ترامب، هنا سيواجه الأصوليين مشكلة. شنو تأثير الربط بيناتهم؟ لأنه الإصلاحيين يدعون إلى نوع من الانفتاح. هنا الناخب الإيراني حقيقة أنت تعرف 45 سنة من الحصار الجائر على إيران، أتعب الشعب كثيرا بصراحة، لكن المواطن الإيراني عنده تمسك بثوابته الوطنية، وهذا اللي خلته يتغلب على كل المصاعب اللي جرت من 79 ولحد الآن رغم المشاكل اللي عرضها. فلذلك اليوم الناخب الإيراني عنده رؤية، يريد يأتي برئيس، هذا الرئيس قادر على لملمة جراح إيران، وفتح آفاق اقتصادية، البقاء على الثوابت المتفق عليها، بنفس الوقت أن يكون رئيس مقبول لدى الجميع، حتى وإن صوت له الإصلاحين لكن ممكن أن يقبلون بالأصولية. هذا يودينا إلى سؤال مهم اليوم، إذا نتساءل عن دور رئيس الجمهورية، هل السياسة الخارجية الإيرانية هسه نقطة الثوابت عرفناها، ما يخص السياسة الخارجية والملفات الأساسية بالنسبة للداخل الإيراني يحددها ويتحكم بها الرئيس؟ إيران دولة مؤسسات، فلا يعني ما أقدر أجزم أو ما أقدر يعني أتمنى في وجهة نظر أقول إنه الرئيس يستطيع، ولا أقدر أقول إنه الرئيس لا يستطيع. وفق الدستور الإيراني أدواره وفق الدستور الإيراني ووفق الأعراف الموجودة هو تكاملية، عمل مؤسساتي،
ما بين لكن يبقى انه رئيس الجمهوريه هو الشخص الثاني بعد مرشد الثوره. رغم ذلك يعني هذا المنصب التنفيذي المهم صلاحياته وتحركاته تبقى تكامليه مع مؤسسات اخرى، ولكن يعني اكفد هامش للمناوره يمكن من خلالها ان يتحرك رئيس الجمهوريه، ولكن تبقى الاستراتيجيه واحده. جيد. ولكن تكتيكيا يمكن المناوره او تغيير بعض خطوات يعني خطوات واسلوب التعاملات. اليوم يعني اي انفراجه، احنا نعرف انه الناخب الايراني واللي يعني اللي التمسناه ايضا يعني من خلال المناظرات اللي صارت بين المرشحين الاولى والثانيه، انه كانت هي محور المناظرات هي الجانب الاقتصادي، على اعتبار هو اكثر جانب مثل ما كذا تذكر الجانب يهم الشعب الايراني، انه يهم يعني بسبب هذه العقوبات الجائره التي تفرض على ايران من يعني حوالي اكثر من 45 عام من 79 وانت نازل لحد الان. طيب. فلذلك الجانب الاقتصادي لابد انه هي يعني النقطه الاساسيه اللي تمس حياته واللي تحرك الجمهور الايراني. زين، اذا جينا احنا نحقق بدنا انفراج اقتصاديه، يعني هذا شيء يطلب فد صياغه معينه، اتفاقات جديده وسياسات جديده، سياسات جديده بالتعامل مع الغرب. تمام. زين، شنو المحددات هنا عندنا؟ عندنا ثلاث محددات. عندنا الملف النووي الايراني اللي هو البرنامج النووي الايراني. طيب. عندنا المحدد الاخر البرنامج الصاروخي. والمحدد الاخر ايضا هو دعم محور المقاومه. اذا نتذكر انه قبل 2015 الغرب ضغط كثيرا قبل المفاوضات انه يعني جعل انه عمليه التفاوض هذه الملفات الثلاث في سله واحده. تمام. لكن ايران رفضت، فصلت ما بين الملفات، جعلت الاولويه او التفاوض على الملف النووي فقط. تمام. ولكن واستطاعت تحقق انتصار به واعتراف دولي ببرنامجها النووي 5+1، وهذا كان ايضا يحسب الى حكومه روحاني ويحسب الى وزير الخارجيه ظريف، ولكن يعني انه بعد ما جاء ترامب وتخلي عن الاتفاق فهذه يعني تتحملها الولايات المتحده الامريكيه، وليس يعني ما يتحملها لا ايران ولا يتحملها الرئيس روحاني. انسحاب الامريكي واضح، تنحسب الى حكومه موقع اعلى، تنحسب الى حكومه روحاني استطاعت الحصول على اعتراف دولي بهذا البرنامج النووي الايراني، وكذلك حققت انفراجه اقتصاديه كبيره، يعني كانت اول دفعه اكثر من 150 مليار دولار كدفعت الى ايران. هاي نفس الوقت البعض يقول لك هذه المفاوضات ضربت البرنامج النووي الايراني من خلال السماح للشركات الغربيه بالتفتيش والدخول في المنشات الايرانيه. نعم. للتحري عن موضوع الاتفاق النووي. صحيح، ولكن ايران دوله ذكيه. ايران دوله ذكيه، لذلك انه بعد ما تخلى الغرب او يتخلى الغرب بشكل عام والولايات المتحده الامريكيه تحديدا عن الاتفاق النووي، عاد البرنامج النووي وتيرته اكثر من قبل. والدليل انه اليوم التقارير الدوليه تتحدث على انه ايران باستطاعتها الحصول على القنبله النوويه من 6 أشهر الى سنه. لذلك فايران دوله ذكيه، لا اعتقد انه وهذا ما دفع اميركا تسقط في هذا الفخ من الاتفاق النووي. هاي نقطه، انا اريد اوصل الى نقطه مهمه. اذا نجي اليوم ونحقق يعني انه نجلس مع الغرب ونحقق مفاوضات جديده، هل من الممكن انه ايران تستطيع التفاوض بمعزل عن الملفات او الفصل ما بين الملفات؟ الملف النووي شيء، الصاروخي شيء اخر. هذا ما يحدده المفاوض الايراني. انتقل لك استاذ عباس واتساءل عن هل ان هناك اختلافات كبيره بين برنامج المرشحين الحاليين ما بين جليلي وبزشكيان؟ نعم، انا اريد ان اؤكد على نقطه مهمه جدا. هناك ايران دوله مؤسسات. نعم. الرئيس الجمهورية له مساحة مهمة وهو شخصية ثانية بعد القائد، ومن خلال هذه المساحة يستطيع أن يفرض يعني إرادته، أو أن يفرض بمعنى أن ينفذ برنامجه. هذه ربما تكون الكلمة أفضل من فرض، لكن يجب أن نعرف بأن له شركاء كبار ومؤثرين في اتخاذ القرار. هذا اللي يعني المجلس الأعلى للأمن القومي، مجلس الشورى الإسلامي، مجلس الخبراء، مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجلس صيانة الدستور، القيادة العليا المتمثلة بالإمام الخامنئي. هذه المؤسسات وهذا الإشراف وكله في إطار الدستور.
هذا هو يجعل من رئيس الجمهورية الشخصية الثانية مشاركا في صنع القرار. صنع القرار هناك ثوابت في الدستور، هناك ثوابت لدى رئيس الجمهورية مشارك بصنع القرار، ما يتبنى كل القرارات شخص أو موقع رئيس الجمهورية. نعم، رئيس الجمهورية مشارك بصنع القرار، ما يتبنى كل القرارات بموقعه أو شخصه. نعم، هذا ما أريد أن أقوله، رئيس الجمهورية هو مشارك في اتخاذ هذا القرار، وهو المنفذ طبعا لأنه يملك السلطة التنفيذية. هذه المؤسسات في إطار الدستور وبإشراف القيادة بإطار الدستور أيضا، هذه تحدد وتؤكد على الثوابت وتؤكد على القرارات التي تتخذ في هذه المؤسسات، لذلك لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه الثوابت مهما كان اتجاهه السياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل ما تحدثوا فيه من مناظرات كانت الحقيقة مناظرات مهمة جدا للغاية، وهي التي حركت الشارع الإيراني بهذه الطريقة التي نشاهدها الآن. كل هذه المناظرات، كل هؤلاء المرشحون السابقون والمرشحين الباقيين، كلهم كانوا يؤكدون على هذه الثوابت، وكل واحد يعرف إطار وظائفه وإطار واجباته وإطار دوره في اتخاذ هذا القرار، وهذا يعني يعرفه الجميع. هذه نقطة كذلك أتصور بأنها مهمة. النقطة الثالثة، أنا يعني أدعو ضيفيك الكريمين والمشاهدين أيضا، أدعوهم للمام لهذه النقطة. الآن يعني النسيج السياسي للمجتمع الإيراني يختلف كثير الاختلاف مما كان عليه سابقا، وخاصة في العقد الأخير. هناك في داخل المعسكر صح التعبير الإصلاحي تيارات متعددة، هناك في داخل الأصوليين تيارات متباينة ومتعددة، وهناك تيار كبير دخل على الساحة يعتبر نفسه تيار وسطي، هناك تيار آخر يعتبر نفسه تيار مستقل، وهذا التنوع، هذا الفسيفساء الحقيقة يخلق حالة مهمة جدا للغاية. وهذا أضاف للتجربة الانتخابية الإيرانية. لذلك تساءل الدكتور عباس، شنو أهم ما يميز التجربة الانتخابية الإيرانية؟ سامحكم عذرا، وأريد أن يعني تشابه الأسماء عندنا بالاستوديو أيضا. دكتور عباس تفضل. تفضل أستاذ عباس، أرجع لك مرة ثانية. دكتور تساءل عن هذه النقطة، عندي التزام آخر. نعم أستاذ عباس، خلي يكمل ويروح. أنا قلت أريد أن أستميحكم عذرا، وأريد أن أستأذنكم لترك البرنامج. حياك الله ضيف عزيز، حياك الله، أهلا وسهلا بك. دكتور عباس تسأل عن هذه النقطة بالتحديد. نعم. ولو أنه أستاذ عباس قبل لا يغادرنا ذكر جزء من عدها، أهم ما يميز هذه التجربة، التجربة الانتخابية رقم 14 بالنسبة للثورة الإسلامية الإيرانية؟ أكيد 14 تجربة حصل نضج كبير ووعي كثير. أيضا أشار الأستاذ عباس إلى تواجد التيارات المختلفة داخل، سواء كان على مستوى الأصوليين أو الإصلاحيين، أصبحت هناك وجهات نظر أحيانا تكون مختلفة وأحيانا تكون متقاربة في بعض التيارات. هذا شو اللي هذا يرصد عائم الديمقراطية في الدولة. مثل ما قال الدكتور عبد الله، إيران دولة مهمة جدا، تعتبر من الدول المهمة في الشرق الأوسط، خاصة بعد ما امتلكت ترسانة من الأسلحة، لها بعدها يعني بعدها العسكري، بعدها الاقتصادي، يعني من الدول المهمة في تصدير النفط، من الدول تعتبر. ما نقدر نحصر دور الجمهورية الإسلامية فقط في موضوع المقاومة. لا، الجمهورية الإسلامية دولة لها دور كبير. أضف إلى ذلك أكو محور انفتح جديد على مستوى الدول الخارجية الآن، كوريا، الصين، روسيا، هذه كلها في هذا المحور. وأكيد هذا فنزويلا، هذا المحور إيران جزء من عنده. إيران اليوم بعد إعادة علاقاتها مع السعودية ترتبت بعض الأمور، لذلك الرئيس عندما يأتي
يضع هذه الحسابات في 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 باله. اليوم عندما تكون هناك اقتراب بالعلاقة بين السعودية وبين إيران أكيد هذا سينعكس وين على المنطقة. طيب. ممكن دول الخليج الأخرى أيضا تفتح آفاق وهذا ما موجود. أيضا قطر إلى علاقات جيدة ويعني هنا ينضج الدور الإيراني في هذه المرحلة باعتبار أن 14 مرحلة من الانتخابات جرت وفق دستور ووفق قانون ووفق ثوابت. في كل مرة نرى هناك نضج ووعي. يعني الآن جزء من الناخبين هم أصوليين وجزء من الناخبين هم إصلاحيين، لكن عندما تلتقي الأهداف العليا للدولة نجدهم يلتقون في نفس المصب. عندما يكون الرئيس إصلاحي أو الرئيس أصولي في السياسات العامة، احنا قلنا هو ثاني رجل في الدولة في السياسات العامة لأن أكو مؤسسات أخرى تحكم، ما راح يختلف مع المؤسسات هو الأخرى، هو مشارك في صنع قرار ثانية. والدوائر أيضا يساهم وياه. إضافة إلى ذلك يعني المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي لم ينحاز لطرف على حساب طرف، بل هو ينحاز لانتخابات نزيهة تجرى في أجواء عامة. هو أكد على نقطة واحدة فقط، نسب المشاركة، نسب المشاركة ودع الشباب إلى المشاركة، وأيضا دع الشباب على العمل المشترك والمجيء إلى صناديق الاختيار الأفضل وبالتالي أعطى فرصة لكل المرشحين. شوف بالرغم من أنه الانتخابات ترى ما أنطت مساحة للناخب أن يعرف المرشحين لحد هذه اللحظة. احنا بتغطية مباشرة ما نقدر نقول فلان هو الرئيس الإيراني. نعم ليش؟ لأنه البرامج ما كانت عندها متسع من الإعلام، خاصة وأن مثلا الأصوليين كانوا أكثر من 6 مرشحين انسحبوا قبل بيوم، جمهورهم ما كان موجه إلى أن يذهب لن يذهب إلى الأصوليين ولا يذهب إلى الإصلاحيين. وحتى هي الانتخابات بصورة عامة تعتبر انتخابات مبكرة وسريعة بعد استشهاد الرئيس السابق. نعم وسريعة. لكن المهم في هذا أنه إيران عندما حدثت حادثة الطائرة لم تتأثر بالصدمة، أفاقت من صدمتها وفي نفس الليلة أو في الليلة الثانية عدت مؤسساتها وعينت من يقوم بهذا الواجب وحددت أيام الانتخابات وأجريت الانتخابات. وبالتالي أكو دستور وأكو نظام. نعم أكو دولة، أكو مؤسسات، حاكم، يعني أكو بي 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 أكو منظومة سياسية قانونية ودستورية تعمل وفق دوائر مهمة. الرئيس هو واحد من هذه الدوائر الذي يقوم بصنع القرار. هذا ما يترجم الانتخابات الإيرانية بجولة أولى وجولة ثانية. نعم. وإلى هذه اللحظة ما نعرف من الرئيس القادم. أتساءل أستاذ عبد الله شنو المنتظر من الرئيس الإيراني القادم؟ أي الملفات برأيك هي الأهم بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية؟ أعتقد أنه الملف الأهم بالنسبة للإيران حالياً واللي هي تمس ايضا قلنا حياه المواطن الايراني هو الجانب الاقتصادي. طيب. او الملف الاقتصادي. زين شلون تجي تعالج الملف الاقتصادي انت؟ الملف الاقتصادي يعني على الرغم من انه يعني اللي لاحظته بالمناظرات للمرشحين انه صح هناك مشاكل داخليه تتعلق بمثلا اختيار الكفاءات، اختيار يعني المؤهلين، اصحاب الاختصاص، وهذا ما ذكره خاصه نركز عليه يعني واللي هو جزء يعتبر جزء من برنامج الانتخابي اللي هو السيد مسعود باعتماد يعني هذه المؤهلات لتولي المناصب وليس المحسوبيه والمنسوبيه كما ذكر. ولكن رغم ذلك يعني رغم انه يعني انه الوضع الاقتصادي يطلب اصلاحات داخليه، ولكن ايضا احنا مثل ما ذكرنا انه مرتبط بملفات خارجيه اللي هو مرتبط بالعقوبات الاقتصاديه. هذه العقوبات الاقتصاديه مرتبطه بملفات مثل ما ذكرنا انه الملف الداخلي اللي هو البرنامج النووي مرتبطه كذلك ايضا البرنامج الصاروخي، دعم محور المقاومه، كذلك ازمه جديده بصوره عامه مثل ما ذكر الدكتور عباس. السياسه الايرانيه بتحسن في مستوى العلاقات خصوصا. نعم. مع دول الخليج. نعم. وعدد من الدول المهمه على مستوى العالم. نعم. فالرئيس القادم راح يستمر بنفس هذا المسار اكيد اكيد على اعتبار انه هي هذه السياسه تصب في مصلحه ايران قبل مصلحه الاخرين. تمام. فيعني بوجهه نظري انه ايران تتبنى صفر مشاكل مع جوارها الاقليمي مع الدول خاصه الدول الخليجيه، وهذا ما ذكر ملك البحرين في روسيا، يعني هو الذي فتح الباب لاعاده العلاقات والتطبيع مع ايران. فقلت لك انه المطلوب من ايران حاليا هو انه الانفتاح على على على, على الخارج، اولا الانطلاق من محيطها ثم للمجتمع الدولي. ولكن يعني انه على الرغم من اهميه علاقاتها مع دول الخليج وبقيه دول المنطقه، لكن هذه الدول تبقى هي الدول
هامشيه دول غير مؤثره. من اي ناحيه؟ على على على, على الوضع الاقتصادي الايراني وعلى برنامج على على العقوبات الايرانيه لاعتبارها هي العقوبات غربيه. يعني مثلا عقوبات غربيه بس اكو مبادلات واتفاقات اقتصاديه مع هذه الدول، ولكن هذه الدول وهذا يعني مثلا ترامب التداول مع ترامب من اجى واستلم السلطه ما فرض عقوبات، يعني مو بس انه فرض عقوبات مباشره على ايران، ولكن فرض يعني هدد بفرض عقوبه على كل شركه تتعامل مع ايران. تمام، احنا نعرف انه الغرب ما زال على الرغم من انه تراجع الغرب وصعود اقطاب جديده، ولكن يبقى الغرب الى الان هو متحكم بالعجله الاقتصاديه العالميه. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني أريد أؤكد على نقطة أنه ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية مثل ما ذكر كما ذكر وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال الخرزاي، كمال الخرزاي في يعني وزير الخارجية كان في عهد السيد خاتمي في صحيفة التلغراف البريطانية قبل أيام قليلة، أنه واللي أيضا حاليا يشغل منصب رئيس مجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أنه 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 سياسة إيران الخارجية وثوابتها خاصة يعني مبادئ الثورة الإسلامية هي ثابتة ولا تتغير برئيس الجمهورية مهما كان شكله لونه الجهة اللي ينتمي إليه التيار اللي ينتمي إليه. جيد دكتور، ما يخص العلاقة مع أمريكا باعتبار مثل ما نقول أمريكا مهما تتغير الظروف والتوقيتات وحتى وإن كانت هناك خارطة جديدة ترسم حاليا على مستوى العالم، يبقى الدور الأمريكي دور واضح. نتوقع أكو فد تغيرات تصير ما بين العلاقة الإيرانية الأمريكية؟ يعني شوف هذا يعتمد على المعطيات الإقليمية على مستوى المحيط الإقليمي والدولي. أنت تعرف بعد 17 بعد طوفان الأقصى تغيرت قواعد اللعبة داخل المنطقة وقواعد الاشتباك بسبب ما قدمت المقاومة الفلسطينية وبسبب ما قدم محور المقاومة بشكل كبير سواء كان على مستوى الحوثيين أو العراق أو سوريا أو لبنان. هنا طبعا هذا شيء جدا مهم، عندما تغيرت هذه القواعد كثير من الدول أصبحت لديها رؤية بأنه هذه الدولة المحاصرة من 45 عام اليوم هي تمتلك قدرات قد تتفوق، وخاصة الضربة الجريئة التي ضربتها لإسرائيل بحوالي أكثر من 110 صاروخ على مستوى أرض و36 صاروخ كروز وأكثر من 100 طائرة مسيرة بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا. هذا أمطى شجاعة لصاحب القرار الإيراني أنه مهما تكون الأيام المقبلة، يعني أمريكا جربت كل شيء، جاءت بالبي 52، جاءت بالفرقاطات، جاءت بحاملة الطائرات، جيشت كل جيوش الأرض وجعلتها قريبة من إيران، ولكنها لم تجرأ على مهاجمة إيران بشكل واضح. هذا يشكل عامل قوة، هذا طبعا راح يشكل عامل قوة، يعني لم تعد إيران تلك الدولة التي تخشى الغرب، لا، استطاعت من خلال 5+1 واللي عقدت عدد من جلساتها في بغداد طبعا انه تثبت نفسها، وبالتالي اجبرت يعني ترامب اجى تدري ترامب لغى اكثر من 22 اتفاقيه مو فقط اتفاقيه نوويه، يعني احنا بوقتها اطلقنا عليه مجنون وبيده فاله، يعني رجل اخرها انسحب، نعم اخر شيء، فمن انسحب من هاي الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات 5+1 ايران تمسكت، ما يعني نعم جو مثل ما أشار الدكتور جت اللجان وفتشت، لكن بشكل ذكي مجرد أن خرج ترامب وفتح الضغط عادت من جديد لتستمر في برنامجها النووي. هنا يعني ينطينا معطيات جديدة، معطيات هاي الجديدة أنه إيران ستمضي في مشروعها اللي هو مشروع نووي وبنفس الوقت مشروعها الاقتصادي. نعم هناك مشكلة في العملة هذا لا يمكن نكرانه، لكن استطاعت أن تعوض. مثلا يعني الاستيراد لدى إيران صفر، ما تستورد معدات سيارات صناعة كل تكامل زراعة باعتبار هي أضراب مترامية ومدن مختلفة ومناخات مختلفة داخلها، هذا عزز من قوتها كدولة إقليمية. العامل الآخر اللي أكثر هو تماسك الشعبي، يعني احنا شفنا
بعد سقوط الطائرة كان البعض يتصور ممكن أن تكون تظاهرات احتكاكات مشاكل هذه ما حتى انهيار الجمهورية البعض روج ما حتى الانتخابات من تم تحديدها بخمسين يوم وفق الدستور وفق مادة الدستورية أجريت بموعدها أجلت لي يعني تم تمديد الانتخابات للساعة 12 طيب. الآن حددوا أسبوع هاي ترى مو عملية سهلة لعدد ناخبين 60 مليون 61 مليون يحق لهم الانتخاب هذا مو عملية سهلة إذن الدولة اللي تمتلك هذه القدرات بصراحة يعني لا يمكن الخوف عليها نعم ربما تواجه ضغوطات غربية تواضع على مستوى البحر أنت تدري موازنات إيران في السنوات الماضية أحيانا تخلو من مبيعات النفط يعني مثلا باعتباركم مصادر ثانية قبل سنتين كانت موازنتهم 35 مليار لم تكن النفط نسبة كلش ضئيلة تعتمد على واردات أخرى فهي تمتلك الأرضية وبنفس الوقت تعمل وفق قانون برامج وقانون ودستور وهناك حامي لكل هذه المظلة هو المرشد الأعلى هذه المعطيات المهمة والإمكانات بالنسبة لهذا الشعب وفق الاطلاع على برامج الشخصيتين المرشحين أين المرشحين تشوفه اليوم أقرب للحفاظ على هذا الجو وهذا الاستقرار وهذا الإمكانات الصراحة يعني مثل ما ذكرنا بداية الحديث أنه بحكم أنه هي انتخابات مفاجئة وانتخابات طارئة لم يكن هنالك متسع من الوقت يعني توظيف أو إيجاد برامج انتخابية تمام لذلك من خلال الانطباع عن ما حصل من جولات نقاشية أو مناظرات المناظرات بين المرشحين على البرامج المكتوبة تمام فيعني ماكو فد برنامج ناضج برنامج يعني مثلا يتناول القضايا اللي تمس الحياة المواطن الإيراني سواء كان الاقتصادي الحرية الاجتماعية غيرها ما وجدنا في شيء ناضج إلا يعني بعض الأطروحات اللي ذكرها السيد مسعود انه يعني انه يذكر انه يعني انه حكومته السابقه او حكومته القادمه في حال وصوله الى منصب رئيس الجمهوريه سوف يعتمد على الخبرات الكفاءات على الاكاديميين الشباب كذلك برنامج ممكن تكون مشتركه يعني مشاركه الشعب في اداره البلاد واحدة من النقاط طرحها جليلي نعم لا العفو هذا طرح السيد مسعود بزكيان طرحه بزكيان طرح التعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة وحرية الوصول للإنترنت نعم. وحقوق القوميات الدستورية نعم. ولكن والحريات السياسية ولكن والاجتماعية هي طرح ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الشيء كيف يمكن لم يذكروا مجرد أنه طرح هذا ممكن قضايا تتعلق ما معنى ما معناه أنه المشاكل مشخصة من قبل المرشحين ولكن كيفية التعامل مع هذه القضايا هو هذا اللي ما راح يبين الواقع أو يبين المستقبل القريب بعد تولي أي منهما منصب رئيس الجمهورية ولكن مهما كان يبقى أنه كل المرشحين على اطلاع واضح رغم من أنهم يفتقدان إلى البرامج الانتخابية ولكن على اطلاع تام ومعرفة هموم ومشاكل ممكن نقول برنامج انتخابي مصغر او مستعجل ما اكيد نقول اكيد ما عندهم برامج لا مو ما عندهم انا ما قلت ما عندهم قلت انه غير ناضجه غير مكتمله والمبرر موجود اللي هو شنو مثل ما ذكرنا الوقت على اعتبار انه حتى ما يعني حتى هذا راح ينعكس ايضا على السياسه القادمه دائما مثل ما ذكر الدكتور انه الانتخابات الايرانيه كانت تجرب على الانتخابات الامريكيه اليوم صارت الموضوع صار بالعكس انه الانتخابات الايرانيه قبل يعني كل شيء ها اضاف الى مشكله اخرى ايضا تنتظر هذه الحكومه او رئيس الجمهوريه القادم هي مثل ما ذكر الدكتور ايضا قواعد الاشتباك الجديده في المنطقه بعد 17 قواعد لابد انه ايجاد قواعد اشتباك جديده في المنطقه غير قواعد الاشتباك اللي سبقت تغييرات على مستوى خارطه العالم وموازين القوى العالميه اكيد هذه مثل ما ذكرنا بدايه حديثنا انه ايران دوله ليست دوله عاديه وليس دوله هامشيه دوله مؤثره في جميع القضايا سواء كانت اقليميه او خارجيه طيب. اليوم مثلا اذا تسمح لي بثواني انه قضيه الازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه اليوم ايران جزء من هذه الحرب بمنظور الغرب لذلك فايران اليوم يعني منخرطه بشكل مباشر او غير مباشر في جميع الملفات طيب. وهذا ايضا عامل قوه وليس عامل ضعف بالتاكيد اليوم اذا نشوف ذكر استاذ عبد الله موضوع المناظرات الانتخابيه اليوم نشوف اذا اقرب مثال قدامنا المناظره الامريكيه بين ترامب وبايدن الانتخابات الفرنسيه تهديدات للسلم والامن المجتمعي وراح تصير انقلابات وهوايه مشاكل يتوعد بها المرشحين هذا الشيء ما شفناه بالجو الانتخابي الايراني
شوف الانتخابات الغربية والانتخابات الأمريكية تعتمد على البالونات الإعلامية. هو إطلاق بالونات لأنه هذه هي دول استكبار بصراحة. لا تؤمن بالحريات العامة، نعم هي تتبجح بالديمقراطيات وتتبجح بحقوق الإنسان، ولكن كانت عندنا تجربة غزة بالضبط، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، ساندت نتنياهو، وعندما حصلت المجازر والتي لحد الآن هي المجازر لم يرفع أحد صوته. فهذه بالمناظرات مالتهم يستعرضون هذه العضلات لأنهم هم أصلا لا يدعون إلى السلم، هم عدواء. يعني الآن إذا تجي بكل العالم أكو قواعد أمريكية، شنو تواجدها الأمريكية؟ أكيد عندها مصالح وتريد تحمي مصالحها. شوف جزء من قوة إيران أنه هذه القواعد اللي منتشرة الآن في دول الخليج والمصالح ربما تتعرض إلى أي في أي وقت إلى ضربة في حالة تجاوز على إيران أو مثلا حصارها أو تمدي أو فرض عقوبات أخرى مشابهة للعقوبات السابقة. أيضا نشوف بنفس الوقت يعني اليوم المناظرات اللي صارت بالرغم أن هي مناظرات ليست واسعة الانتشار باعتبار أن المدة 50 يوم قليلة جدا حتى ما لحقوا يعلقون صورهم، لذلك المناظرات ما أعطت للناخب صورة بقدر ما قناعة الناخب، لكن شفنا أكو هدوء موجود وأكو عمل مشترك وأكو تقارب في وجهات النظر من أجل تقديم خدمة لبلد اسمه إيران. ممتاز أستاذ عبد الله، لأي درجة اليوم نجحت إيران بأنه تكون حفاظ من جهة على مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية وبنفس الوقت تطبيق تجربة ديمقراطية انتخابية ممكن تكون من بين الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، مثل ما نعرف في بعض الدول اللي حد الآن ما عندها سياسة ومفهوم الانتخابات؟ السياسة فن الممكن، يعني مهما كانت الصعوبات اللي تواجه مثلا أي شخص ما أو أي نظام ما فيستطيع من خلال السياسة إيجاد الحل. أنت شلون تعرف التجربة ناجحة لو فاشلة؟ يعني من تروح على الإعلام المعادي أو الإعلام بعض الإعلام الإقليمي من تشوفه يسقط بأمر ما سواء كان إيران أو غير إيران، تمام؟ اعتبر أنه هذا الأمر هو ناجح ما دام أكو تسقيط له، أكو أعداء له أكو تسقيط له. يعني مثلا الكثير من دول المنطقة اليوم لا تعرف شيء اسمه الانتخابات ودول محيطة، فاليوم تجي تجي إيران وتسوي انتخابات وجولة أولى جولة ثانية وقبل الجولة الأولى جولة ثانية مناظرات، ويعني فد إنه أجواء ديمقراطية بحتة، بينما هم لا نشهد مثل هذه أي عملية من هذا القبيل. لذلك إنه التجربة إلى الآن هي تجربة ناجحة. هذا يعني هذا النجاح يرجع إلى نقطة أخرى اللي هو العمل المؤسساتي. العمل المؤسساتي مثلاً لو مثلا يعني بعد حادثة سقوط طائرة الرئيس الأسبق رئيسي ومن معه نشهد أنه الحياة كانت جدا طبيعية الأمور والتطمينات موجودة يعني حتى التطمينات الرجل الأول حتى في إيران. التطمينات كانت مو تطمينات يعني تطمينات هائلة أو تطمينات كبيرة. ليش؟ لأنه الدولة أو النظام واثق من قدراته ومن مؤسساته تمام على تجاوز هذه المحنة. فيعني كذلك نقطة أخرى أنه الدولة اللي تواجه عقوبات أكثر من 45 سنة وتستطيع أن تكون صامدة ومؤثرة في جميع الملفات الإقليمية وحتى العالمية، فأكيد أنه دولة ليس دولة قليلة أو ليس دولة قليلة الشأن، دولة مؤثرة، دولة لها إمكانيات، فهذه تحسب، هذه الأجواء الديمقراطية تحسب. والدليل اليوم هو مثل ما نشاهد اليوم المشاركة الكبيرة بالجولة الثانية، وهذا تأكيد بالتالي المشاركة ونسب المشاركة وارتفاع نسب المشاركة تأكيد على نجاح هذه التجربة الديمقراطية. كذلك يعني أرادها الآخرين أو حتى أرادها يعني سماحة السيد المرشد أنه هي يعني استفتاء على النظام الإيراني بطريقة غير مباشرة، وبنفس الوقت أوصل رسالة لعدم المشاركين أنه عدم المشاركة هي ما راح تقلل من شرعية النظام. أنا أشكرك الدكتور عبد الله رشيد أستاذ العلوم السياسية، كذلك أشكر الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، وشكر موصول للأستاذ عباس خاميار الباحث في الشأن السياسي انضم لنا عبر سكايب من طهران. أشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى في أمان الله.
الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي انتخابات تجرى في إيران كل 4 سنوات لتحديد رئيس البلاد من خلال التصويت المباشر من قبل الشعب. يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية التحقق من مؤهلات المرشحين للانتخابات ومراقبة الانتخابات. بحسب المادة 117 من الدستور الإيراني، فإن فوز أي مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يتطلب الفوز بالأغلبية المطلقة، أي يجب على المرشح أن يفوز بأكثر من 50% من أصوات المشاركين. أجريت الانتخابات الرئاسية في إيران حتى الآن 13 مرة، وقد انطلقت عام 1980 وآخرها جرت عام 2021. نسبة المشاركة الشعبية فيها على مدى العقود تعتبر كبيرة في أغلب الأحيان، إذ لم تقل نسبة المشاركة عن 50% في جميع الانتخابات من عام 1980 إلا مرة واحدة، إذ شهدت الدورة الانتخابية 7 النسبة الأكبر بالمشاركة، إذ تجاوزت 79%. سنة 1948 من بلاد الرافدين لأولى القبلتين. الجيش العراقي وصلها ووصل لمناطق يعني مشار في الناصرة، وحكموا أيضا نابلس. صحوة تاريخية عمرها عقود طويلة، ما بدلها ولا شوهها عوامل تأثير الزمن. وقد أذن لهم عمر علي وطالب أن يأتي ابن غريون بنفسه لأخذ بنته. ولا عباقرة التفسير، محنطة بتراب فلسطين ومنحوتي أسمائهن على شواهدها. وكل يا سيدي الشيخ إنك مفكل على حالك عطر، قال له لا هذا منهم. كل أم تقعد على رأس كبر شهيد وتقول له امك مش هون، انا امك. درس بالملاحم الخالدي بالدم.